أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قوله عز وجل: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول رحمه الله: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول صدق الله. قل صدق الله، أي صدق الله فيما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم ويخبره به، وهو الحق من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فما أخبر الله عز وجل به في كتابه هذا صدق. قل صدق الله، أي فيما أخبر هنا أن إبراهيم عليه السلام لم يحرم أو لم يكن في شريعة إبراهيم عليه السلام تحريم لحوم الإبل، تحريم لحوم الإبل وألبانها، وإنما الذي حرم هذا على نفسه هو إسرائيل، أي يعقوب عليه السلام، لما أصابه مرض نذر إن شفاه الله أنه يحرم على نفسه أحب الطعام إليه، وكان اللحمان الإبل وألبانها. ثم حرم الله عز وجل هذا عليهم في التوراة، لذلك قال الله عز وجل: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فبوهتوا، فبوهتوا ولم يفعلوا، فقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل صدق الله سبحانه وتعالى. قل صدق الله، أي فيما أخبر عز وجل. هذا الجزء من الآية الكريمة البعض يستخدمه عند نهاية التلاوة، يعني عندما ينتهي من التلاوة يقول صدق الله العظيم، وهذا لم يرد، هذا لم يرد. إنما الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا انتهى من مجلس القراءة نهى المجلس بذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما صدق الله العظيم هذه لم ترد. ومن ثم فقولها والمواظبة عليها من البدع، لأن هذا لم يرد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والسنة البدعة تميت السنة، يعني مثلا لو سألنا سؤالا أو سألت الناس: من يعرف أنه إذا ختم مجلس التلاوة أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك؟ تجد عدد قليل جدا ممن له اطلاع على العلم وتحري السنة. إذن البدعة التي انتشرت صدق الله العظيم هذه ماذا فعلت؟ أماتت السنة، أماتت السنة التي هي ختم مجلس التلاوة. ولا شك أنه سبحانه وتعالى صدق، صدق فيما أخبر، صدق الله العظيم، صدق الله، نعم صدق الله عز وجل. ولكن ليس هذا هو موضع ذكرها،
عند ختم التلاوة، وإنما الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإذا صدق الله عز وجل سبحانه وتعالى فيما أخبر، إذن فهو الحق، فواجب عليكم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إذن فاتبعوا يا معشر اليهود ملة إبراهيم الحنيف الذي لم يكن أبدا من المشركين. فاليهود يزعمون أن إبراهيم عليه السلام منهم، والنصارى يزعمون أيضا كذلك، والله عز وجل برأه فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. كان حنيفا يعني إيه؟ ما حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هذه الآية أيضا رد على اليهود. فاليهود يزعمون أن أول بيت وضع في الأرض كقبلة لعبادة الله هو بيت المقدس، فيقول عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى للذي ببكة، بكة هي مكة لأنها تبك الجبابرة، من أراد بيت الله عز وجل بسوء بكه الله عز وجل. للذي ببكة مباركة، وقد جاء في صحيح مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، ما هو أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم جعلت الأرض لك مسجدا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. إذن الآية والحديث نص على أن أول بيت وضع لعبادة الله عز وجل في الأرض هو المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى الذي بناه يعقوب عليه السلام. وأنه عز وجل جعل هذا البيت مباركا، مباركا البركة هي الخير الكثير، جعل الله عز وجل هذا البيت مباركا يدوم بدوام الدنيا، والبركة لا تفارقه، فكل من يلتمسها بزيارته وحجه والطواف به يجدها ويحظى بها. إن هنا هذه البركة المشروعة، البركة المشروعة، هذا هو التبرك المشروع. التبرك يعني طلب البركة والخير الكثير، فالله عز وجل جعل هذا البيت مباركا، فالصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه. والله عز وجل رتب على الطواف على تعظيمه وعلى الطواف به وعلى الصلاة عنده، رتب عليه أجرا عظيما. فهذه البركة، البركة هنا هذه البركة، البركة أنك تعظم هذا البيت،
أنك تأتيه تصلي فيه، أنك تطوف به، هذه البركة، خير الكثير الأجر العظيم الذي يعطيك الله عز وجل إياه. وليس البركة هنا البركة الحسية، يعني إن واحد يذهب ويقطع حتة خرقة كده من كسوة الكعبة ويقول دي بروكية، أو ياخد حتة حجر من هناك من الأرض ويقول دي بروكية، ووضعوا في ذلك حديثا من تبرك بحجر نفعه، ده اسمه تبرك شركي، تبرك شركي، تبرك بما لم يجعل الشرع فيه بركة. فالبركة مثلا ماء زمزم مبارك، طعام وطعم وشفاء سقم. البركة هنا بركة في الثواب، ففي هذا المكان، فهذا هو التبرك المشهور، وليس بأنه يأتي بحجر أو يأخذ قطعة من القماش ونحو ذلك. وعمر رضي الله عنه عندما استلم الحجر الأسود فقال: والذي نفسي بيده إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. استلام الحجر نفسه بركة، بس البركة هنا معنوية، البركة هنا الثواب العظيم عند استلام الحجر. فهذا الحجر يوم القيامة يبعثه الله عز وجل، له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق. الذي يستلم هذا الحجر موحدا لا يشرك بالله شيئا يشهد له هذا الحجر. واستلام الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الواحد لما بيمسح كده بتحط عنه الخطايا. في الركن اليماني معظم الناس ما بتاخدش بالها منه، الركن اليماني ده اللي هو ما بين الحجر الأسود هنا، في الركن ده اسمه الركن اليماني. حتى انت لو هتبص هتلاقي هم كشفين حتة منه كده، يعني مستور، كل الكعبة مستورة، تيجي عند الحتة دي هتلاقيها مكشوفة. فالمفروض وانت بتطوف تقوم جاي عند المكان ده تمسحه، وانت بتطوف ان تمكنت من ذلك، ان لم تتمكن دعه. وقل بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيه فضل بقى المسح هنا وهنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحطان الخطايا حطا. فكل هذه بركة عظيمة جدا جدا، من مغفرة الذنوب ومن رفع الدرجات. وبل في الطواف لما الإنسان بيطوف، الخطوة اللي بيمشيها دي رجل ترفع درجة ورجل تحط خطيئة وانت بتطوف. فانظر لهذا الفضل العظيم، فضل عظيم جدا. إنسان لو ينفق هذه الدنيا بما عليها من أجل تحصيل هذا الفضل لكان إيه؟ لكان قليلا. فيقول عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. مباركا، بيت مبارك، بيت فيه بركة وخير كثير، وهدى للعالمين. وهدى للعالمين، جعله الله هدى للعالمين. فالمؤمنون يأتون حجاجا وعمارا، فتحصل لهم بذلك أنواع من الهداية. والمصلون في مشارق الأرض ومغاربها يستقبلونه في صلاتهم. الذي يرى الكعبة عندما يتخذها قبلة يلزم أن يصيب عينها، أما من كان بعيدا عنها فهذا يصيب جهتها. يعني احنا بنيجي نصلي كده
احنا كده مستقبلين الجهة، فممكن الجهة دي يحصل فيها انحراف يسير لا يضر، انما لو انت عندها لازم تصيب عينها، تبقى واقف كده عارف ان هي قدامك اهي. فاذا بركه لمن جاءها حاجا او معتمرا، وبركه لمن يصلي في مشارق الارض ومغاربها يستقبلونه في صلاتهم، وفي ذلك من الهدايه للحصول على الثواب وذكر الله والتقرب اليه اكبر هدايه. فيه آيات بينات، فيه آيات بينات يعني فيه دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم عليه السلام. فيه آيات بينات، آيات يعني دلالات، آيات بينات آيات ظاهرات. إيه بقى الآيات الظاهرات على إن على أنه من بناء إبراهيم، مقام إبراهيم؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم اللي هو الحجر الذي قام عليه يستكمل البناء، فكانت معجزة خارقة أن قدماه ترك أثرا في الحجر، أثر في الحجر، سبحان الله. وهذا إيه؟ هذا خارق للعادة، هذه معجزة، هذا مقام إبراهيم عليه السلام. يقول: وهو الحجر الذي كان يقوم عليه أثناء بناء البيت، حيث بقي أثر قدميه عليه مع أنه صخرة من الصخور، وهذا الأثر بقي إلى أوائل هذه الأمة. الناس كانوا يقعدوا يمسحوا فيه، يمسحوا فيه، يمسحوا فيه، حد ما ذهب الأثر ده. يعني الأثر ده كما جاء عن أنس رضي الله عنه بقي إلى أوائل هذه الأمة، اللي هو أثر رجل سيدنا إبراهيم في الصخر. فده آية بينة، يبقى دوت على أساس إن ده إيه؟ إن ده مقام إبراهيم. وممكن احتمال إنه يدخل مع الآيات البينات ديت زمزم، الحجر، والصفا والمروة، وسائر المشاعر كلها آيات. وكذلك من الآية العظيمة جدا: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. ومنها الأمن التام لمن دخله فلا يخاف غير الله تعالى، ومن دخله كان آمنا. ومن دخله كان آمنا، اللفظ هنا خبر لكن معناه الإنشاء، يعني ومن دخله فأمنوه، ومن دخله فأمنوه. ثم هذا الأمن له، والعرب يعيشون في جاهلية جهلاء وفوضى لا حد لها، ولكن الله تعالى جعل في قلوبهم حرمة البيت وقدسيته ووجوب أمن كل من يدخله ليحجه أو يعتمره. سبحان الله. يعني كان في حتى هم في الجاهلية كانوا يعظمون البيت ويعظمون أهل البيت، ويقولون عن أهل مكة أهل حرم الله. فرفع الله عز وجل من شأن قريش لوجود البيت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. ولما حدث الخلاف في سقيفة بني ساعدة في الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبماذا استدل أبو بكر رضي الله عنه على أن الخليفة لا بد وأن يكون من قريش؟ أن العرب لا تدين
إلا لقريش، لأنهم كانوا يعظمونه وكانوا يقولون عنهم أنهم أهل حرم الله، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، يعني الخليفة الأعظم لا بد وأن يكون قرشيا. لهذا الذي جعله الله عز وجل له. وكان الرجل في الجاهلية، انظر الرجل في الجاهلية، إذا مثلا قتل أحد وعاذ بالبيت، عاذ بالبيت يعني دخل الحرم كده ودخل البيت، لا يتجرأ أحد على الاقتراب منه، يترك من دخله كان آمنا، حتى شرعا لحد ما هو يخرج. شرعا لو واحد مثلا قتل أحدا ظلما ودخل البيت واحتمى به لا يتعرض له، ولكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يضيق عليه، يعني يمنع إنه يأكل، إنه يشرب، إنه ينام لحد ما يخرج. خرج يؤاخذ، يأخذه، لكن طول ما هو معتصم بالبيت واستعذ بالبيت يحمى. ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال لما ذكر تعالى البيت الحرام وما فيه من بركات وهدايات وآيات، ألزم عباده المؤمنين به وبرسوله بحجه ليحصل لهم الخير والبركة والهداية، ففرضه بصيغة ولله على الناس، وهي أبلغ صيغ الإيجاب، ولله على الناس. واستثنى العاجزين عن حجه واعتماره بسبب مرض أو خوف أو قلة نفقة للركوب والإنفاق على النفس والأهل أيام السفر، لذلك قال عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة. من لم يجد استطاعة فالله سبحانه وتعالى عذره، إنما هذا فرض وواجب على من؟ على المستطيع. المستطيع ببدنه والمستطيع بماله، ممكن إنسان يكون معاه مال لكنه عاجز، أن يأتي البيت ببدنه، ففي هذه الحالة يوكل غيره إذا كان معه الزاد والرحل. هذا إذا كان عاجزا بإيه؟ ببدنه. هذه الآية الكريمة كما يقول ابن كثير رحمه الله هي آية وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الآية هي آية وجوب الحج التي استدل بها الجمهور، هي دي الآية. ومنهم من قال بل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. واختار ابن كثير رحمه الله أن آية وجوب الحج هي آية آل عمران. قال والأول أظهر، يقول هنا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فإنه خبر منه تعالى بأن من كفر بالله ورسوله وحج بيته بعدما ذكر من الآيات والدلائل الواضحات فإنه لا يضر إلا نفسه، أما الله تعالى فلا يضره شيء، وكيف وهو القاهر فوق عباده والغني عنهم أجمعين. يقول: من هداية الآيات البيت الحرام كان قبل بيت المقدس، وأن البيت الحرام أول بيت وضع للتعبد بالطواف به، مشروعية طلب البركة بزيارة البيت وحجه والطواف به والتعبد حوله، وجوب الحج على الفور لمن لم يكن له مانع يمنعه من ذلك. هذا هو الراجح، الراجح على المستطيع الذي يملك الزاد والراحلة يجب عليه الحج على الفور وليس على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: تعجلوا إلى الحج، تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. فما دمنا مأمورين بالتعجل كان الفور ألزم والتراخي أبعد، والله أعلم وأعز وأحكم. الإشارة إلى كفر من يترك الحج وهو قادر عليه ولا مانع يمنعه منه غير عدم المبالاة. يقول في الحاشية: الإجماع على أن الحج مرات واحدة في العمر، الحج واجب مرة واحدة في العمر، وهذا من رحمة الله بنا، واجب مرة واحدة في العمر، وبذلك جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ووقع على ذلك الإجماع. ما هو الحديث؟ أن رجلا وهو الأقرع بن حابس قال: أكل عام يا رسول الله؟ يعني الحج هذا كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعت صلى الله عليه وسلم. وهذا من شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم، إذ سأل سائل قائلا، هو الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ وذلك لما نزلت ولله على الناس حج البيت، ومما يؤكد فرضيته وهي مؤكدة بخطاب الله تعالى أن عمر رضي الله عنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. قال ابن كثير: إسناده صحيح. من ملك الزاد والراحلة وتهاون وتكاسل حتى مات، هل يكفر بذلك؟ هل يكفر بذلك؟ عن عمر رضي الله عنه، وهذا قال فيه ابن كثير إسناده صحيح: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وهناك أثر أنه يضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، عن عمر رضي الله عنه. هذا مذهب عمر رضي الله عنه، أن من وجد جدة واستطاع ثم تهاون وتكاسل وترك الحج حتى مات أنه يكفر بذلك. وهذا قال به الحسن البصري رحمه الله، فقد نقل القرطبي في تفسيره عنه قال: إن من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، هذا القول رواية عن الإمام أحمد. أما عامة العلماء قالوا يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة من الكبائر، وإذا ترك مالا يحج عنه، يعني ترك ميراثا قبل أن يوزع الميراث يحج عنه من هذا المال. ما دليل عامة أهل العلم على إنه كبيرة وليس كفرا بمخرج من الملة؟ قول ابن عباس رضي الله عنهما وكذا مجاهد وغير واحد أن قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، المقصود هنا الكفر الأكبر يعني الكافر. قال ومن جحد، المقصود بالكفر هنا الكفر الأكبر اللي هو الجحود. ومن كفر يعني ومن جحد، ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. وهذا قول عامة أهل العلم. فإذا كان الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يخاف ربه عز وجل إذا كان مستطيعا، إذا كان مستطيعا فإنه يبادر الأمر على الفور، الأمر على الفور. سبحان الله، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يعني سبحان الله، شوف كده الحج مثلا من كام سنة ماذا كانت تكلفته، والحج الآن ده أنا لسه قارئ إعلان عن الحج السياحي 475,000، نص مليون، 475,000. سبحان الله، شوف الحج من كام سنة كان بيه إنسان. سبحان الله، لما يبادر 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 إلى الخيرات في أي شيء لأنه لا يدري ما يعرض له. فقال صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والخلاف في تكفير تارك المباني الأربع سائغ بين أهل العلم. تارك المباني الأربع: الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة. في من العلماء اللي بيكفروا، كفر التارك، تارك تكاسلا أو تهاونا أو بخلا في الزكاة. فالعلماء يقولون إن الخلاف فيها سائغ، سائغ في مسألة التكفير وعدم التكفير. ثم يقول سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يقول بعد أن دحض الله تعالى شبه أهل الكتاب وأبطلها في الآيات السابقة، أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم موبخا مسجلا عليهم الكفر: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، يعني بحججه وبراهينه المثبتة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الإسلام. سبحان الله، هذه موجودة عندهم في التوراة والإنجيل، كما قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فالله عز وجل يسجل عليهم الكفر: لم تكفرون، لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. هذا تهديد، والله شهيد على ما تعملون، يعني مطلع على كفركم، عليم به. أما تخافون عقابه؟ أما تخشون عذابه؟ يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لما تصدون. ذكرنا أن لما هنا الاستفهامية،
لما الألف هنا حذفت تخفيفا، لما يبقى لما الماء لما المفروض كده لما الألف حذفت تخفيفا لما، يبقى دي استفهامية عشان كده الفعل بعدها مرفوع. لما تصدون عن سبيل الله، لما تصدون يعني لما تصرفون الناس عن سبيل الله. فيقول أيضا يؤنبهم ويوبخهم على صرفهم المؤمنين عن الإسلام بأنواع الحيل والتضليل. يا أهل الكتاب، أي يا أهل العلم الأول، لما تصرفون المؤمنين عن الإسلام الذي هو سبيل الله؟ الإسلام هو سبيل الله، هو الطريق الموصل إلى الله، لا طريق غيره. والإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا طريق غيره، أيضا موصل إلى الله سبحانه وتعالى. بما تثيرونه بينهم من الشكوك والأوهام، تطلبون للإسلام العوج، تبغونها عوجا. سبحان الله، تبغون الصراط المستقيم هذا الذي هو سبيل الله، تبغونه ماذا؟ عوجا، يعني تبغونه مائلا منحرفا. تطلبون للإسلام العوج لينصرف المؤمنون عنه. ما علمكم التام بصحة الإسلام وصدق نبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أما تخافون الله؟ أما تخشونه تعالى ومطلع على سوء تدبيركم، غير غافل عن مكركم وغشكم وخداعكم؟ يقول من هداية الآيتين شدة قبح كفر وظلم من كان عالما من أهل الكتاب بالحق ثم كفره وجحده بغيا وحسدا، كما قال الله عز وجل. سبحان الله، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم. طب ليه؟ ليه عايزين يردونكم من بعد إيمانكم كفارا؟ ليه؟ حسدا. حسدا، بص، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هم حسدوا العرب، حسدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يظنونه منهم، فلما وجدوه من العرب حسدوا صلى الله وكفروا. أعوذ بالله، كفروا، عارفين نهايتهم إيه؟ نهايتهم الجحيم، ولكنهم اشتروا الحياة الدنيا عوضا عن الآخرة. حرمة صرف الناس عن الحق والمعروف بأنواع الحيل وضروب الكذب والخداع. علم الله تعالى بكل أعمال عباده من خير وشر، وسيجزيهم بها فضلا منه وعدلا. وهنا نستحضر قول سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. النصارى واليهود يفعلون ذلك، بل ويأتون من الحيل والأباطيل لتثبيت من معهم على كفرهم، ويفعلون من ذلك أشياء كثيرة جدا. كذلك الفرق المبتدعة من هذه الأمة كالصوفية يفعلون مثل هذه الحيل والألاعيب لتثبيت من معهم على البدعة ودعوة غيرهم إليهم بأنواع الأباطيل والكذب والخداع. بل منهم من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الأحاديث عليه صلى الله عليه وسلم نصرة لفرقته أو طائفته، وهذا موجود. فهذا فيه شبه من هؤلاء، الذي يفعل هذا فيه شبه من هؤلاء. ثم يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، إلى آخر الآية.
يقول في الحاشية: أخرج ابن إسحاق في سبب نزول هذه الآية أهل الكتاب، هو الذي ذكره القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن هذا من بداية قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الله، وليس الآية قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، لا، إنها من أول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إلى قوله تعالى لعلكم تهتدون. ده الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهم، اللي هي القصة دي. إيه القصة بقى دي؟ أن رجلا يهوديا، شماس بن قيس أو شاس اليهودي، رأى جماعة من المسلمين من الأوس والخزرج باديا عليهم الوئام المحبة والألفة، فغاضه ذلك، فأمر أحد اليهود أن يجلس بينهم ويذكرهم بحرب بعاث، وفعل. بص، انظر لليهود، اليهود لا يمكن أن يعيشوا في مكان إلا ويثيرون فيه الأحقاد والفرقة والحروب ليأمنوا. لا يمكن أبدا أن يعيش اليهود في سلام، إنما يعيشون إذا عاشوا بين قوم فإنهم يفعلون ذلك. فاليهود كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ما بين الأوس والخزرج، فتقوم بينهم الحروب، وكانت أطول حرب وأشد حرب هي حرب بعاث. فلما جاء الإسلام بنوره وجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فهداهم الله به، فصاروا مجتمعين مؤتلفين أخوة متحابين في الله. فمر بهم هذا اليهودي فغاضه أن يرى هؤلاء أوس وخزرج مع بعض، بقى اسمهم الأنصار، إن هم بقوا عايشين مع بعض الاتنين، وشايفهم بهذه الصورة. فقام جاي إيه؟ فماذا يفعل؟ غاضه ذلك وامتلأ قلبه حقدا ونارا، فأوعز إلى شاب من اليهود، قال: اذهب واجلس بينهم وذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من حرب بعاث وتناشد الأشعار. ففعل. فماذا يفعل الأنصار؟ قال الأوس: يا للأوس. قال الخزرج: يا للخزرج. وتواعدوا الحر للقتال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليهم صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. دعوى الجاهلية إن يقول إيه؟ يا للأوس، والتاني يقول يا للخزرج. فقال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم حتى ألقوا السلاح وتعانقوا وتباكوا رضوان الله عليهم جميعا، وعرفوا أن هذا من مكر يهود ومن خدعتهم عليهم لعائن الله. وأنزل الله هذه الآية وما بعدها إلى قوله لعلكم تهتدون. هذا ما ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. فيقول الله عز وجل بعد أن وبخ اليهود على خداعهم ومكرهم وتضليلهم للمؤمنين وتوعدهم على ذلك، حذرهم من الوقوع في شباك المضللين من اليهود.
وأنكر عليهم ما حدث منهم حاملا لهم على التعجب من حالهم لو كفروا بعد إيمانهم. شوف: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون؟ ده استفهام للتعجب. وكيف تكفرون، سبحان الله، وكيف تكفرون تعجبا وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتلى عليكم آيات الله صباح مساء، وفيكم رسوله هاديا ومبشرا ونذيرا. وأرشدهم إلى الاعتصام بدين الله، فقال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يتمسك بدينه، ومن يعتصم بالله يعني يتمسك بدين الله عز وجل، فقد هدي إلى صراط مستقيم، يعني إلى طريق السعادة والكمال. ثم كرر نداءه لهم بعنوان الإيمان فتذكيرا لهم به، وأمرهم بأن يبذلوا وسعهم في تقوى الله عز وجل، وذلك بطاعته كامل الطاعة بامتثال أمره واجتناب نهيه، حاضا لهم على الثبات على دين الله حتى يموتوا عليه، فلا يبدلوا ولا يغيروا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه إن شاء الله نستكملها بإذن الله فيما بعد.